استنوا سوني رحالة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 1 في برنامج ساعة مع رحالة على راديو معاك. والكل اللي بيحبوا أغاني الأندر جراوند ما تروحوش بعيد، عشان دلوقتي جمعتكم مع برنامج ساعة مع رحالة. مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، معاكم سوني رحاله، حلقه جديده من برنامج ساعه مع رحاله على راديو معاك. النهارده الحمد لله رجعنا لميعادنا الاساسي بسبب حاجه كلنا بنحبها، باسم يوسف. الحلقه طبعا كنتوا عارفين ان احنا البرنامج بتاعنا لما ابتدى كنا بنبتدي الساعه 12 البث بتاعنا. رجعنا الاسبوع اللي فات غيرنا الميعاد شويه، قلنا نبدره شويه عشان بحيث ان المدرسه تخش الناس ما تسهرش معانا قوي، بس للاسف احنا مضطرين احنا نرجع تاني للميعاد بتاعنا الطبيعي عشان ندي فرصه كل الناس اللي بتحب باسم يوسف تتفرج عليه، وكذلك الناس اللي بتسمعنا تحب تسمعنا. برحب بيكم، برحب طبعا بكل الناس اللي بتسمعنا، وعايز افكركم برقم البرنامج اللي هو 011-55-11-72-35 ورقم الاس ام اس 92-405. هنروح نسمع اغنيه للضيف اللي معايا النهارده، المفاجاه الكبيره جدا اللي كل الناس مستنيها، وانا واحد من الناس كنت مستنيها. الناس اللي بيشوفونا على الكاميرا من الموقع هم شايفين هو بيعمل الحركه اللي هو بيعملها بايده ديت، مش عارف اوصفها ازاي، حركه النصر. الناس اللي شايفانا هو عارفين هم مين، عارفين هو مين. الناس اللي بتسمعنا بس هتعرفوا هو مين من الاغنيه اللي جايه، هتسمعوا اغنيه الوحده جوع. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، راجعين لكم تاني مع الساعه مع رحاله. وحدة جوع أو حنين الرجوع، جوع في الضلوع بين جموع بترفع راية الخضوع. الوحدة جوع موجوع لما ينتهي الصدوع، ينبع وجف من نزول أو طلوع. في كل كون لون بلسم، رحت فك طلسم، اسم جسم تبغي محترق بألف مبسم. دم يمل من عروقي يطفت بصوت موت، سكوت بدون خطوط. الأمل رسمته على الحيطان في كل شرخ، ده يشق زق نفسه، حدد المكان بدون ألم. حتى لو قتل سرقت وهاني تاني، قسم المعاني بره خالي من كياني. فتح رد جعيد بتترسم بشكل هندسي، مواعيد بتتحسن بقلب كان اسم. مستني مني اقولك اني منبهر، بقولك الكلام برخص التراب اكيد في يوم قالولك. الوحدة جوع او حنين للرجوع، جوع في الضلوع بين جموع بترفع راية الخضوع. الوحدة جوع موجوع لما ينتهي السطوع، ينبوع جف من نزول او طلوع. الوحدة جوع او حنين للرجوع، جوع في الضلوع بين جموع بترفع راية الخضوع. الوحدة جوع موجوع لما ينتهي السطوع، ينبوع جف من نزول او طلوع. روح بتترسم بخط عربي كوفي، تترب بشكلها الفريد كجزء من ظروفي. بين كفوفي نار ماسك الامل بيأس تاني اختيار، حسنا لا بأس بعكس. ما افتكرتش ان فص من فصوصي خان، بان كان لان او نشف بعد الاوان. مكالمة كاملة بس خاملة، عاملة عاملة صوتها باهت، اعترفتها بالحقيقة شاملة. الرواية غاية والبداية صلب الحكاية، الرحاية تنسى في النهاية والبداية. لود عينيها باك باك جراوند للبارد، موافق او معارض لكل سر سارد. الشر فكرة للتعامل المثالي مع شوائب البشر، مطر ازية للامان ضمان لوضع حالي. الحب لعنة مش بتاعنا، الف نجل بعنا، يلا بينا نبدأ الحياة على كوكب يسعنا. الوحدة جوع او حنين للرجوع، جوع في الضلوع بين جموع بترفع راية الخضوع. الوحدة جوع موجوع لما ينتهي السطوع، ينبوع جف من نزول او طلوع. الوحدة جوع او حنين للرجوع، جوع في الضلوع بين جموع بترفع راية الخضوع. الوحدة جوع موجوع لما ينتهي السطوع، ينبوع جف من نزول او طلوع. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ساعة مع رحالة. وزي ما سمعتوا منانو في برومو بيقولوا انتوا لسه بتسمعوا برنامج ساعة مع رحالة، كده عرفتوا مين اللي معانا النهاردة.
هو ما بيحبش الكليشيهات دي، بس انا مضطر بما ان النهارده انا مذيع بغض النظر ان احنا اصحاب اقول الكليشيهات دي بتضحك. ضيفي النهارده هو حد من الناس اللي بداوا المجال في مصر، مجال الراب عموما، وانا واحد من الناس اللي بتحبه جدا وبتحب تسمعه. ليه اغاني كتير زي الوحده جوع، واغاني كتير ضد النظام، واغاني كتير سمعناها كلنا الفتره اللي فاتت وفتره الثوره بالذات. واحد من الناس اللي ابدعوا الراب السياسي في مصر، هو للاسف مش موجود معانا في مصر، بس هو دلوقتي معانا في مصر اجازه لحد ما يرجع تاني الامارات. معايا ومعاكم النهارده نجم الراب الشعبي الراب بتاع كل الناس، محمد اسامه او موجي راب. ازيك يا محمد؟ صباح الفل يا معلم. الاخبار؟ والله الحمد لله تمام. انا اخر مره قلت لك يا محمد كانت سنه 99 مثلا، مش فاكرها. انت قلت لي بس انا مش فاكرها الحقيقه، يعني من كتر ما هي بعيده يعني. انت اخبارك ايه؟ كله تمام، كله كويس. انا عارف ما انت كنت قاعد معايا دلوقتي على كنا بنعمل له جوله كده قبل البرنامج. اه الحقيقه انا عرفت ان انا طالع برنامج قبلها منكم ب 30 ثانيه بالظبط، يعني او 29 29 ثانيه. الدقه برضه مطلوبه. خطفته يعني. انا قلت له طب انت قاعد، طب بتعمل ايه في حلقه النهارده؟ يلا بينا. وجبته لكم شوالي حبايب قلبي. صباح الفل وتحيه مطلقه لكل كائن حي بيستمع لهذا المقطع الصوتي. المقطع الصوتي هذا بس الحي. ايوه. بتحب اسامه اكتر ولا مودي؟ بص، هو كل واحد فيه يعني فيهم له احترامه الخاص عندي. يعني طبعا محمد اسامه بالنسبه لي ده اسمي في البطاقه، وهو بالنسبه لي طلع بالحظ اسم فني. يعني ما كنتش محتاج ان انا مثلا اجيب لقب او حاجه زي كده. لكن مودي ده اسم اللي والدتي بتناديه من وانا صغير يعني الحقيقه، فهو برضو له احترامه. لا موتشي ده العيال بتطلع على الشارع. طبعا اما الناس بقى عارف يعني مودي وبعدين بيغني راب ومش عارف ايه وبتاع، فقال لك مودي بتاع الراب، فلضمت بعضها مودي راب. يعني حتى ما اخترتوش اصلا يعني. بالظبط، ما احنا كلنا ما حدش فينا اختار اسمه. يعني انا لو اخترت اسميه كنت هرد علينا، ما كنتش اسميه سوني يعني. انا فاهم، انا واحد من الناس اكتر واحد عانيت من الموضوع ده بصراحه. انت اثرت نقطه طبعا، ناقشها على القهوه خلاص. اه بالظبط. قاعد قد ايه في مصر؟ والله يعني قاعد حوالي شهر، يعني ممكن خلال كام اسبوع كده ان شاء الله اخلع ارجع تاني لموطني الاصلي. احكي لي طبعا تجربتك كده الفتره اللي فاتت في مصر عامله ازاي، اختلاف ايه؟ والله اختلافات كتير جدا. يعني الواحد رجع لقى بلد تانية تماما، يعني هي كل حاجه، حتى الثقافات اتغيرت، حتى الناس، الزحمه، كتر الناس بقى بيبصوا لوحدهم. يا اسامه البنات بقى بيبصوا لوحدهم كده، فاهم؟ طب وايه الوحش في ده سوني؟ بتقولها ليه بصدراء؟ عارف انت احنا ياما فين عشان اللحظه دي. اشوف يعني عارف انت اللي هو ايه، طموحات يعني، مش عايز اقول. والله بالنسبه لي الموضوع مش محقق لي انبهار، لان الحقيقه بيحصل في الامارات يعني، فالواحد مش حاسس، فمتعود يعني، مش طفره يعني. في اوروبا والدول المتقدمه بالظبط على طرف السن. لا طبعا يعني تحيه لاهل الامارات وشعب الامارات طبعا، يعني شعب جميل طبعا طبعا ولذيذ، وبيحبوا يوططوا. عارف انت التوطيد هناك، التوطيد هناك اسلوب حياه الحقيقه. يعني محتاج برضو، حتى انا احب ارفع العالم في اي مكان اروح. بقول لك ايه، قبل ما نخش في موضوع رفع العالم دوت، هناخد تليفون، ومعانا اول تليفون في حلقه النهارده. ايوه. ونقول الو. الو. ايوه سوني معاك. سوني رحاله، برنامج ساعه مرحاله. انت مين؟ معاك محمد شحاته من اسكندريه. محمد شحاته، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ ايه كله كويس؟ تمام الحمد لله. تمام كله كويس. تسمعنا اول حلقه؟ بسمعها من اول حلقه. عارف مين الضيف ولا مش عارف؟ محمد اسامه. اسامه معاك، قول له كل اللي انت عايزه على طول، ما تاخدش نفس، خش على طول. الحمد لله تمام، كله تمام تمام الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. في تركات جديده والله؟ في طبعا تركات جديده الحقيقه، بس انا يعني متوقف فتره، لان طبعا انا يعني راجع اجازه وكده، فالعمليه ملعبكه. فبس لسه في مشاريع يعني، وفي تات جديده، بس طبعا مش هتكلم عنها غير لما تبقى كونفيرمد 100% يعني، واخد بالك؟ بس بالظبط، بس ان شاء الله مش هوقف كتير يعني. بس اخر حاجه نزلتها كانت ولو قلم، كانت اخر حاجه في 2013 يعني. 2014 ما نزلتش اي حاجه جديده غير ايوه بالظبط، ما نزلتش حاجه جديده غير مثلا الديمو اللي هو الخاص ب 16 بار. بس ان شاء الله شغال في حوالي ممكن 7 تركات جداد يعني، بس طبعا لسه مختلف على التوقيت بقى ينزلوا امتى وكده يعني، حتى ما استقر يعني، سواء بقى اذا كنت هنزلهم وانا هنا او لسه مسافر او حاجه زي كده يعني. بنفعل. انت منين يا محمد؟ من اسكندريه. كنتين الاسبوع اللي فات. ايوه بالظبط. شفت، فاكرك ازاي؟ انا فاكر كل صديق للبرنامج. انا مذيع وفي. استنانا ان شاء الله في اسكندريه، هقول لك خبر حصري على راديو معاك وعلى برنامج ساعه مرحله. محمد اسامه زي ما جبته في الشوال وجبته هنا الراديو، هاخده معايا في نفس الشوال على اسكندريه ان شاء الله. حرقتها لي ليه يا راجل؟ في البوست معاك موضوع محمد اسامه.
يعني في ناس كتير قوي هيكونوا موجودين في 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 الحفله دي، هيكون في ماضو وهيكون في حمد اسامه، وهنحاول نخطف اسامه الهادي وامير يوسف يعني. يعني الحفله دي هتبقى معجنه باذن الله ان شاء الله. ماشي في المكان. حقيقي يا محمد متشكر جدا لاتصالك، وخليك معنا تابع البرنامج. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. حلقه المفاجاه انت حرقتها بشكل يعني صعب الحين، كنت لسه بجهز البوست وانا لسه اصلا انا ما خررتش، يعني انت كده اجبرت اروح يعني. هتيجي مفيش مشكله، حركتني الحقيقه يعني. يا جماعه كل جمهور اسكندريه استنوا محمد اسامه في الحفله بتاعتنا يوم الاحد ان شاء الله في مكتبه اسكندريه. الحفله هتكون الساعه 6، بنبه وبنوه الحفله مش زي حفلات القاهره في الساقيه، الحفله هتكون الساعه 6، من الساعه 6 للساعه 10 تقريبا، لان البروجرام كبير جدا. وبص يعني محشي ناس، البروجرام مليان ناس، سجل اعجابي بمحشي ناس لدرجه لايك محشي ناس. كنت محشي ناس قبل كده؟ ايه هقول لك بعدين. المهم يعني ما استوعبتش الحقيقه، فاوكي يعني قاعدين ده هلان يا جماعه. لا وقلاشاته بقى باللغه العربيه فصحى يعني، عارف انت. تحرقش لو سمحت عشان طيب تعالى خد التليفون ده من بره مصر، عشان الراجل ده بيتصل بقاله كتير ونقول الو. سوني يا سوني يا سوني. ايوه ازيك يا سوني؟ تمام. مين مين الرقم؟ ما بانش قدامك. طيب لا الرقم باين من بره مصر والسعوديه. احمد الصرفي، انت ليك مكالمه كل حلقه. شاطر كده. ايه الاخبار؟ تمام كده حافظ والله كويس. تمام. مبروك مبروك على الاغنيه الاخيره اللي نزلت حبيبي. الله يخليك، حبيت اهنيك عليها. وعايز اكلم مودي بعد اذنك على طول بقى. مودي على طول صار على الكش عليه. برنس ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله جميل، الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله كله تمام. انا عايز اسال سؤال، هو انا اسال سؤال يعني استفسار، استفسار فني كده او استشاره. هو اغانيك اغانيك يعني ممكن ثلاث ارباع المعنى بتاعها او الكلام بيضيع مني، هو ده غباء مني ولا انت بتكتب مثلا كلمات صعبه شويه؟ لا والله الحقيقه استاذ احمد انا بشاركك نفس التساؤل، لان انا معظم اغاني الحقيقه انا كمان ما بفهمهاش يعني. لا طبعا هو يعني هقول لك الفكره كلها، ان انا كنت ماشي زي ما تقول كده بمدرسه او تكنيك معين زمان، كان معتمد على طريقه الكلام المباشر، واخد بالك اللي هو الدايركت. بس يعني بعد بعض القراءات وبعد بعض يعني تغير بعض التوجهات عندي، بقيت يعني الف بشكل عامل زي البازل يعني، ملعبك شويه. اوكي هو مش بتعمد ان انا اخليها غامضه، ولكن هي يعني بقيت متعود على الطريقه دي من التاليف. بس برنس يا باشا في نفسك اهو، بنحاول يا سيدي. لا بجد وانا بعشق اصلا اغنيه انسان بدايه يعني، دي ربنا يخليك. احنا كلنا بنعشقها يا صرفي يعني، الاغنيه دي انا واحد من الناس، انا واحد من الناس بحبها جدا. هنسمعها هنسمعها ان شاء الله. انا اصلا سمعتها في الراب كله اغنيه انسان بدايه. انا عايز اقول لك، عايز اقول لكل الناس، بستغل فرصه وكل الناس اللي مستنيين اسمعوا اغنيه انسان بدايه. الاغنيه دي فعلا معانا في الست النهارده، هتكون معانا في الحلقه. تمام. استنوا بقى اسمعوها، بس احنا هنحطها بقى ايه في وقت معين هتسمعوها، وخليكم معانا ما تروحوش في اي حته. عايز تقول اي حاجه تانيه مودي؟ لا خالص. حبيبي يا صرفي انت بتقول له هو اوكي، بقول له هو عايز يقول اي حاجه. انت عايز تقول له حاجه يا مودي؟ انا عايز اقول له انا متشكر جدا على اهتمامك واتصالك طبعا اكيد يعني. ربنا يخليك يا حبيبي. اوكي حبيبي متشكر جدا يا صرفي على تليفونك. تمام قدامنا 42 ثانيه قبل ما نروح الفاصل، تحب تقول فيهم اي حاجه بالنسبه لموضوع الاغاني الجديده؟ الاغاني الجديده إيه؟ في اغنيه جديده عن الكراهيه، وازاي ان احنا كل ما نكره بعض اكتر كل ما تزيد المصداقيه بيننا وبين بعض. لانك لما تكره الناس هتبقى انت اوريدي مش باقي على حد، هتبقى بتتكلم بصراحه. فانا هحض الناس ان شاء الله على الكراهيه. بتحب صنع الحاله ولا بتكرهه بسرعه جدا عشان هيطلع فاصل حالا؟ كشخص ولا كفنان؟ الاثنين. بحبه في الاثنين. يا سلام. لا 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 بجد بجد. يعني افحمتني، انا كنت متوقع اجابه ثانيه خالص. طيب عموما هفكركم برقم البرنامج، رقم البرنامج بتاعنا 011-55-11-72-35. مستني تليفوناتكم، هنروح نسمع أغنية دوري في الطابور. مساء الخير عليكم، تحية لكل الشباب. أنا واحد شاب عادي أحيانا بغني راب، ساعات بمسك قلم وأرص كلمة ورا كلمة، ساعات بشوف إضاءة زوم في وسط عتمة ضلمة، أحيانا بعمل موسيقى تصويرية للمسارح، بس كيس كلام صريح براعي إنه ما يكونش جارح. القوافي كانت غلط لكن أنا اللي عديها، والمزيكا بتاعت التراك ده برضه أنا اللي عاملها. يا ما نفسي أوصل لكن مفيش وسيلة، أنت لازم حتى بدأ تبقى سكة مش أصيلة، لكن الحقيقة واضحة، أمتى هدخل السفينة؟ أمتى ولع المنصة أقول لناسي يلا بينا؟ أنا واثق إني مصمم، دي ثقة مش غرور، عندي خيال مجمع لكن مش أنا صور. جايز العملية بالطابور، برضه مستني دوري يحشى روح راكب حطور. دوري في فازولا سيداني يلا نطير، دوري في الطابور اللي قدامي لسه كتير. دوري في فازولا سيداني يلا نطير، دوري في الطابور اللي قدامي لسه كتير. دوري في فازولا سيداني يلا نطير، دوري في الطابور اللي قدامي لسه كتير. دوري في فازولا سيداني يلا نطير.
الطابور في الطابور اللي قدامي لسه كتير. ساعات برم في كل يوم ساعات كتير بكسل بسيب خيالي يفتكس فدور خيال ممثل. صبرت من البداية كتير ولا صبر عيوب رغم اني بكتفي بالفيسبوك واليوتيوب. اشتغلت نفسي في البداية قدام المراية صور كليبات عجيبة واسيف عصيري هاي مش مهم اي حاجة مقابل ان اعمل دماغ ياكش الناس تتظاهر ضدي او حتى تقدم بلاغ. ساعات بهز جسمي فجأة براك قديم في وسط شارع ميدان طرقها وجنان قليم وفجأة مني منه خالص بسمع صج الدرويش تبقى راسي فوق سحابة عايمة فوق ايراد حشيش كتير بفك بالمزيكا وانزل العب كورة مش مهم تتلعب بتايم او حتى بفورة جوز اتنين كل حاجة دايما جاية في الحروب روك انا مش بنام كتير ايديا في عينيا بتفرق دوري في فازولا سي تاني يلا نطير دوري في الطابور اللي قدامي لسه كتير دوري في فازولا سي تاني يلا نطير دوري في الطابور اللي قدامي لسه كتير دوري في فازولا سي تاني يلا نطير دوري في الطابور اللي قدامي لسه كتير دوري في فازولا سي تاني يلا نطير دوري في الطابور اللي قدامي لسه كتير. معاك وسط النجوم دايما هنكون معاك فعلا اسمع اغاني دايما بشكل جديد. معاك وسط النجوم دايما هنكون معاك فعلا اسمع اغاني دايما بشكل جديد. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ساعة مع رحالة. ولسه مكملين معاكم كل الناس اللي تسمعنا مع برنامج ساعة مع رحالة مع سوين رحالة. ومعايا النهاردة النجم الجامد جدا محمد أسامة. لا ما تقفورش. طب النجم الجامد بس إذا كان كده مش أوكي يا رجل. ده انت أكتر واحد عندك فاهم ان احنا كنا بنتكلم في الموضوع من شويه. انا عندي جنون عظمه. جنون عظمه بالظبط ده حقيقي. انا شايف ان تكلمني عن جنون عظمه شويه. جنون عظمه هو نوع من انواع الامراض النفسيه اللي انا مصاب بيها الحقيقه. أوكي. مش لاقي لها اي علاج. اوكي هو بيتعالج يا جماعه بس احنا لسه مش لاقيين له علاج لموضوع الجنون العظمه دوت. لا لا صحح معلوماتك انا ما بتعالجش الحقيقه. انا رافض العلاج تماما اصلا لان انا حسيت ان انا مرتاح نفسيا يعني عندي توازن أوكي. نفسي مع هذا المرض يعني. اوكي اوكي وبعدين ماشي تفضل. وبعدين بس خلاص انا اكتشفت طبعا وجود بارانويا او جنون عظمه بشكل ده بيخلي الانسان يكون مكروه اكتر. وكل ما كنت تكون منبوز من مجتمعك ومكروه من كل الناس بتزيد وحدتك. منبوز بنبوز بالظبط بتزيد بتزيد فلما تزيد وحدتك تمام انت يبقى عندك قدره على الابداع اكتر. اوكي ده بالنسبه للموضوع الجنان. ده بالنسبه للجنون العظمه. اوكي جنون العظمه عموما. طب بالنسبه للغرور بقى. الغرور هو جزء لا يتجزأ من جنون العظمه يعني تكون انت شايف نفسك انت الوحيد اللي موجود في منطقه معينه انت اللي خلقتها وانت اللي اسستها. طب ايه المنطقه الوحيده اللي انت موجود فيها اللي انت خلقتها واسستها وكده؟ المنطقه الوحيده هي منطقه الراب الفلسفي تمام المطعم بنكهه سياسيه. واخد بالك ده الاسم ولا العنوان؟ ده مش اسم ده انا كده شرحته اصلا. طب اقول لك ايه عايز اقول لك ان المكالمه دي انا محضرك بقالنا كتير يعني مكالمه مهمه جدا. الو حد زميل. الو ايوه 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 رومل بي. رومل بي ان 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 يا راجل بعرفك من تركاتك. رومل بي حد من احسن الناس اللي بيغنوا راب في مصر وحد من الناس اللي بحبهم جدا 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 بغض النظر احنا اصحاب من زمان. اسرع فلو في مصر رومل بي. ازيك يا رومل؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ ازيك يا عم محمد؟ صباح الفل. صاحبك معاك اهو فاهم عايزك تزنقه بقى. هو من حقه يزنقني لانه صراحه واخد مني موقف وانه زعلان مني جدا لان انا اتفقت معاه. انا زعلان منك. إيه انت ما تقابلتوش لسه؟ لا والله لسه عارف. تخيل بقى الراجل ده قابلني مرتين وانا رفضت الثالثه. طبعا يعني ينفع كده؟ كنا محضرين المفاجاه دي لاخر حلقه الحقيقه. ينفع كده تشمت فينا سوني؟ شوف انتوا ايه عاملين ايه يعني؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه يا روم اخبارك ايه؟ كله تمام. انا قلت يعني فاهم امسي عليكم. احساسك واصل طبعا. انت دلوقتي بتحضر نفسك للنوم اكيد. احساسك واصل. ايه يا عم الشغل العالي في التركات الاخرانيه دي؟ انا داخل انام فاهم. انا اقول لك انت بتحضر نفسك للنوم كده واطمن عليكم. عايز اقول لكل الناس اللي بتسمعنا ومتعرفش روم شغال ايه اصلا غير موضوع الراب. روم اصلا مهندس مدني تمام كده. بالظبط. معماري مدني في المقاولين العرب. بالظبط. فراجل بقى ايه يعني غيرنا كلنا. احنا كلنا صيع وهو الوحيد اللي بينام بدري فينا. عايز اقول برضو رومل يطور من قلائل الناس اللي هي يعني اللي هم برضو عشان ندي كل حد قدره زي حقه بالظبط. ايوه
يا انا الصيغه بتاعتي افضل شوي. المهم من الناس اللي قالت لا فوش الانظمه الفاسده وقت ما كانت الانظمه فاسده ما استناتش لما حصلت ثورات وركبت على اللي بيحصل. فالنوعيه دي من الرابرز انا بحبها يعني كلنا اغنيه انا فاكرها هي فين اغنيه كانت عظيمه جدا يعني بالظبط. هو من الناس اللي قالت لا زي ما قلت فواز ولو في اي حاجه يعني ان شاء الله هسافر معاك دبي. احنا كلنا هنروح معاك دبي. انا ما سافرتش من فراغ انت عارف. انا عارف. احنا كلنا شكلنا هنسافر دبي. ماشي يا رمان، سعيد جدا بجد والله باهتمامك وان شاء الله يعني منورنا فاهم ومنور الله يكرمك يعني. الله يكرمك ربنا يخليك. هنقعد مع بعض ان شاء الله. رمان انا عايز اخد منك وعد حصري بقى في يوم كده تكون معايا في حلقه من الحلقات قدام الناس. ده لازم. خلاص بقى تعملها بقى الصبح بقى. لا انت يوم كده تكون فاهم اجازه السبت وانا خطفك بالليل كده زي ما خطفت اسامه ان شاء الله. باذن الله. الله مفيش. حبيبي يا رمان ومتشرف ان انا حبيبي شرفتني بالمكالمه دي بجد يعني. تصبح على خير يا مان. ربنا يخليك حبيبي. شكرا. ولسه مكملين معاكم كل الناس اللي بتسمعنا برنامج ساعه مع رحاله مع النجم المغرور اللي عنده يعني سؤال بس. هو في موضوع اي انفصام في شخصيه ولا كان بس خلاص يعني بس اتعالج تمام الحمد لله. طيب ناخد تليفون تاني. اديني. الو الو ايوه راديو معايا انت على الهوا. راديو معاك يا زوني بلال. بلال ازيك يا بلال؟ الحمد لله يا بلال. لله انت فاتك النهارده حبه بعد ما مشيت وسبتنا يعني عارف انت فاتك حبه كتير يعني. بلال موجوده يعني. حبيبي حبيبي. اخبارك يا معلم؟ ايه الاخبار يا بلال؟ الحمد لله. تمام محمد وسام وحشني كتير. عارف والله انت من والله بقالي ساعه من بعد ما سبنا من بعد ما سبنا على الكافيه لحد دلوقتي وحشتنا فعلا حبيبي يعني. والله اخبارك ايه؟ لا بس اللي حصل بعد ما مشيت كان لازم انت تكون موجود بصراحه. ده حقيقي كان هيفرق معاك. كان هيفرق معاك جامد كان اعترافات ابن امام ابيه. ليه كده بس؟ حاتم عسل يا عم يعني. لا مش حاتم يا ريته حاتم ينفع تسيب جودة كده حبيبك. شفت انت حاطط سكة مش مطلوبة خالص. يعني فاهم. قول لي طيب عايز تقول اي حاجة لأسامة معينة بقى ما قلتلوش واحنا على الكافيه تقولها له في البرنامج. عايز اقول له ان هو شخصية محترمة قوي وانا سعيد ان انا اتعرفت عليه وهو شخصية تتحب الصراحة. حبيبي يا بيلا شكرا ونور القاهرة. حبيبي يا بيلا يا رب. اهلا طبعا. متشكر جدا بلال انا مضطر اقفل في وشك السكه حالا لان البرنامج ده مش اتصالات لاصحاب يا بلال. قلت لك كذا مره ما تكلمنيش على البرنامج وانا على الهوا. انا متصل عشان اسلم على محمد واقول له شفت بقى شفت. ماشي خلي محمد يدفعك. خلي محمد يدفعك. في واحد صاحبك عايز يسلم عليك. ادهوني. طيب الو مين؟ انا صفطاوي. صفطاوي ايه ده يا دكتور عمر؟ دكتور دكتور بايجا. ازيك يا دكتور؟ ازيك عامل ايه؟ قتلت كلاب النهارده ولا حاجه؟ لا لا الحمد لله ما قتلناش كلاب. داركي بتقول لك انت وحشتها جدا. والله كمان وحشتني. بس من هنا لازم تعرفني على داركي. حاضر. سلمني على اللي عندك بقى كتير وعليك انت كمان حبيبي. شكرا يا معلم. وعايزين نسمع اغنيه حلوه دلوقتي. ماشي يا دكتور. اوكي ماشي يا كبير. متشكر جدا. اتفقوا يا شباب واشوفكم ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله. لو كملنا يعني. باي 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 باي. يعني لا بأس من اصحابي بيتصلوا يسلموا عليا. ده شيء بالظبط. البحبحاني قال يا جوز. انت عارف ان اغلبيه بحبحاني قال يا جوز. انت عارف ان اغلبيه البرنامج اصلا اللي بيتصلوا له ماجورين اصلا وانا ماجرهم بديهم فلوس. الليست مكتوبه انا شايف الورقه بالظبط زي بالظبط اللي هرد عليه دلوقتي وهقول الو الو الو. هو واضح النهارده المكالمات كلها رجاله. مش معقول يا جماعه والله. يعني ده انا اصلا وافقت مخصوص. مين معايا؟ قول بقى مين؟ مين؟ دولا. مين؟ دولا. دول ازيك يا دولا؟ ده جالك ده انت جالي مخصوص بقى. حصار في كل مكان. انت هربان من يعني راجل هربان من منصورة بسببك. ايه وراه غازي يا دولا؟ ايه يا دولا في ايه يا دولا؟ الدنيا ابسط من كده. شايفينكم في حلقه بحكي فيكم. يا عم انت روح اقعد مع الناس حبايبك اللي بيحط كومنتات عندك سخيفه دول فاهم. هو الجميل يقعد مع الجميل. المنصوره وعسل المنصوره فاهم. الجميل يقعد مع الجميل. اقعد مع الناس بيحطوا عندك كومنتات دول ناس هايفه دي. ايوه عارف انت راح على مين طبعا.
سيبني بقى مع بلدياتي بقى، سيبني مع بلدياتي. خش يا دونا معاك اهو اهو قدامك اهو قول يعني يومين ونص ما اشوفكش، ده كلام يا راجل. مش عارف والله، والله ابني وحشني. انا اشوفك بكره خلاص، مش عارف بصراحه. لا ما انا مش هرجعه، مش هرجعه. لو رجعت ده رايح معايا اسكندريه يا معلم. انا متفق معايا يا ابني، متفق معايا. لا لا اوعى تقول لي انت جاي اسكندريه كمان. اه جاي طبعا. اصلا مش جاي اسكندريه للاسف، مش جاي. مش جاي. اوكي، علشان عامل لي مفاجاه دولا. لا لا صعب كده، مش واضح بقك اداؤه في مش جاي توحي انه جاي تقريبا او حاجه. صح. طب ده علي خبر بجد حلو جدا. حس كده انا جاي بقى. ماشي يا دوله. طبعا انت طبعا قرصت لك ودنك امبارح فاهم، وانت طبعا جربت قرصت الودن، فعايز احذرك ان اي قلش تاني عندي على البروفايل دول هيبقى فيه زعل بيحصل. لا وهنولع في الفرح وبص، وهنخطف العروس وهنبهدل الدنيا. لا 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 دوله ده تبع تبعي. ماشي تبعي انت تكرم عشان قص بس. حبيبي يا دوله قول للناس علينا ما يكتبوش كومنتات رخمه تاني. ها عشان شو عشان شو الحرب يزعل الناس، عشان محدش يزعل. هعمل لهم بلوك. حبيبي خلاص معاك حبيبي يا دوله. عموما عادي، اللي يلعب مع الاسد ما يزعلش لما يتعور. دوله لو حد دوله لو حد شتمني عندك عادي مش مشكله، سيب الكومنتات. حبيبي يا دوله متشكر جدا لاتصالك، وخليك اسمع معانا البرنامج بقى معاكم. حبيبي حبيبي دوره، واحلى تحيه لجمهور المنصوره اللي الراجل اللي قاعد قدامي ده منه. اه يعني وبالحب بالحب. طيب مش هخلص الاغنيه اللي احنا شغالين فيها بقى لنا 3 سنين ديت. إيه لا ما تقفوش 3 سنين، انا ممكن سنتين ونص يعني تقريبا. انا ممكن اه انا ممكن يعني البسك في الناس دلوقتي حالا واقول لهم انك انت بتعمل معايا اغنيه بقالك سنتين وما خلصتهاش. خلاص يا عم احنا تقريبا في اللمسات الاخيره يعني، ما عادش التسجيل بالظبط يعني، بنلعب على اخر لمسه بس. عمال الحين يجي يسجل ويقول لي لا ده عندك عندك كلب في البيت ما جيش فاهم. لا الحقيقه انا اتعالجت من موضوع الفوبيا الكلاب. اه الموضوع ده خلاص يعني اتعالجت. اه واضح ان انا جاي لك وانا عندي امراض كتير قوي، مش عارف حاسس ان انا جاي عياده اكتر من انا جاي برنامج. انا وانا بتكلم معاك ببص كده على الفيسبوك على الفيدباك، لقيت واحد بعت لي رساله بيقول لي هو صحابك بس اللي بيوصلوا يا جماعه والله العظيم ثلاثه. انا برد على الارقام انا بالصدفة. متفق معايا يا جماعه بالصدفه متفق خالص مع البوست. خالص خالص. ودي رساله بناشد كل الناس اللي تعرفني او اصحابي او اللي ليهم علاقه بيا، لو سمحتوا ما حدش يتصل بيا، خلي كل المكونات ناس غريبه عشان هكا هيطلع هنا سمعه وحشه وانا مش هحب الموضوع ده. وناخد التليفون ده واضح ان هو من حد صاحبي ونقول الو. الو الو ايوه ايوه معاك محمد مجدي. اه واحد مش صاحبي اهو بيتصل. اهو انت صاحبي يا محمد؟ لا اهو مش اصحابه اهو صاحبه يا جماعه. انا عشان انا اشعل الاصحاب بس اللي بيكلموني. مش انا ما اعرفوش الحقيقه. ايه الاخبار يا محمد؟ تمام الحمد لله. انت اول مره تكلمني صح؟ اه ما سمعتش الصوت ده قبل كده. المنطقه بقت عاديه وبتاع، ما تلاقيش حد بيتصل بالهواء وبتاع. حبيبي قول لي، طيب معاك محمد اسامه اهو، تقول له كل اللي انت عايزه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. انا عايز اقول لك ان انا بحبك يا باشا والله، يعني القلوب عند بعضها. طبعا دي مجامله زائفه يعني لان ما اعرفكش. عايز اقول لك ان انا هموت وقبلك. قدامك 3 اسابيع، تلحق بقى يا ما تلحقش قبل ما اهرب. ما انا مش عارف اشوفك انا يعني. ليه عندك محفلين؟ عندك حفله؟ انت مش من القاهره؟ انت مش من القاهره؟ انا من القاهره. انت من القاهره؟ طب من القاهره ممكن تشوف محمد اسامه ان شاء الله يوم الاثنين. هو مخطوف، هيحضر الحفله بتاعت اسكندريه في يوم يوم الحد، وهيكون موجود معانا يوم الاثنين برضو كذلك. احنا هنحاول نخليه يفضل عايش الفتره دي عشان يقابل يعني. يقابل اكتر عدد من الناس، وانا هحاول قد ما اقدر اعمل مشروع جديد كده بفكر فيه اليومين دول، ان انا يعني هخلي اللي يقابله يدفع فلوس يعني. فهنعمل سبوبه حلوه. لا مش كده، هنعمل سبوبه حلوه يعني، هنعمل سبوبه حلوه يعني، هنعمل حبه شغل زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني، تبارك الله. لا على رايي انا شغل عالي. حبيبي عالي اهو، خدها من على لساني والله. حبيبي نورتنا باتصالك، وان شاء الله لو عايز تشوف اسامه تعالى بقى حفله يوم الحد الاثنين في القاهره في سيد الصاوي. الاثنين اللي هو الحد والاثنين اليومين يعني. لا دي في اسكندريه، الحد دي في اسكندريه. لو عايز يوم الاثنين، يوم الاثنين تعالى في سيد الصاوي، هيكون في زاب سلطه، هيكون في اسفلت، هيكون في امير يوسف، هيكون في ناس كتير جدا، ريفوليوشن واي كرو شاهين وانا هيبقى في ناس كتير جدا موجودين وماضوا. هنستناك يومها ان شاء الله، بس ما تاخرش، وهات معاك 5 اصحابك زي الدستور كده. ان شاء الله. بس انا عندي طلب واحد بس قدامي. اتفضل اتفضل. اقول له ابوس ايدك ارد على الرسائل بتاعتك اللي على الفيس. طب ابعتلي بس رساله قول لي ان انت الشخص اللي كلمني اللي على يعني. ابعت له رساله قول له الشخص انت ما بتردش عليه. ايوه ايه يا عم الشغل ده؟ بص اعمل له بوك، اعمل له بوك هيعرف. انت اسمك ايه؟ انا محمد على الفيس. محمد نجد. محمد نجد ما سمعتش. محمد ايه؟ محمد ميكس. ميكس ميكس. خلاص هرد عليك، هرد أوكي. عليك اوكي النهارده ان شاء الله وعد يعني مني. لو هي دي احلامك وسقف احلامك محمد اسامه هيرد عليك النهارده قبل ما يمشي من الراديو.
لا تقلق اوكي حبيبي ماشي مع السلامه عفوا. لسه مكملين معاكم برنامج ساعه مع رحاله والتليفونات نازله ترن علينا يا عم كلها اولاد كلها رجاله ما اعرفش صفحه اندر جراوند سكازم الحلقه اللي قبل اللي فاتت نقوا عليا الحلقه كان كلها مكالماتها نصها بنات فقالوا صوره رحاله بيجيلهم مكالمات بنات بس النهارده ما شاء الله المكالمات كلها ناشفه وناخد التليفون ده نقول يا رب يا رب تكون مكالمه من بنت ونقول الو 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 سبحان الله ربنا استجاب دعائي مش معقول يعني ربنا استجاب دعائي يا جماعه يعني عايز اوطي اسجد بقالي نص ساعه بدعي بقول يا رب يا رب كل مكالمات رجاله كل مكالمات رجاله كل مكالمات رجاله اخيرا بقى خلاص يعني ربنا فرجها وابتدت تمدع ازيك لا مش اي حد معلش برده ايه طب انت اسمك ايه الصوت غريب طيب الصوت غريب شويه مكلمك الحلقه اللي فاتت مكلمني الحلقه اللي فاتت انا مش فاكر اكلت ايه امبارح طب اوكي انا رنا 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 توفيق يعني يوم ما حد يتصل بيا يبقى حد قريبي يا نهار اسود يا جدعان بقى ازيك يا رنا عامله ايه ماما عامله ايه الحمد لله كويسين وليد عامل ايه كويس الحمد لله كله تمام كله تمام طب يعني انا كده الضيف هيمشي ويسيبني يا جماعه والله العظيم يعني بجد انا لسه منور اعمل لكم شاي مفيش مشكله انا قلت اي حد يعرفني يا جماعه ما يتصلش بيا يا جماعه في البرنامج يعني فيكم اكتر من كده ايه كلمه اللي بيقول اللي بيوصلونك هم قرايبك او حد تبعك انا طبعا ده دليل انك انت اللي فعلا اللي بيوصلوش مش تبعي ده حقيقه ده دليل دليل قاطع ان كل اللي بيوصلوني ناس ما يعرفونيش يعني لا 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 ما انا هقول له كلمه ما انا هقول له ويا رب يكون سامعني اكيد انا بقول كده انا واحده من قرايب سامي يا جماعه ما بعرفش اسامي في الحقيقه يعني في الحقيقه دي حقيقه للاسف يعني للاسف دي حقيقه والله العظيم يا جماعه ما بعرفش ارد على فيسبوك فبحمد ربنا ان هو وصلت له في العذاب يعني دي شهاده انا اعتز بيها المفروض ان انا كنت في حفله يوم الاثنين معايا اغني اوكي مش عارفه اوصل له عشان اتفق على اغنيه اغنيها يعني للاسف انا هحاول قد ما اقدر اوصل لك وهحاول احاول ما اعمل الموضوع ده قبل ما ارجع من اسكندريه بس يعني ادعي لي انا بدعي لك انا بس حبيت ان هو يعني خصوصا اصريت اني اتكلم بعد ما قال كده قلت لا نعرفه ان هو فعلا حد قريبي اهو ما بعرفش اقوله بالحقيقه حبيبتي يا رنا متشكر جدا على اتصالك وخليكي معانا بقى كملي بقيه الحلقه اوكي ماشي مع السلامه يعني يا رب يوم ما ادعي دعوه يعني انا مش معلق ويعني ربنا يتقبلها كده تطلع يعني فاهم طب نتكلم شويه نسيب التليفونات ولا ناخد تليفونات قول لي انت حابب ايه لايك عايز ايش ما عنديش انت حابب ايه والله انا عايز كل الناس تكلمك انا عارف انك انت وحش ناس كتير جدا وناس كتير نفسها تكلمك اوكي وناس كتير يعني ما كلموكش بكده في التليفون وعايز افتح اتصالات اكتر الو 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 ايوه سوري رحاله ايوه سوري رحاله ايش يوسف ازيك يا يوسف الحمد لله ايه الاخبار تمام انت عندك كام سنه انا عندي 15 سنه انا قلت برضو فاهم صوتك صغير كده معاك محمد اسامه قول له كل اللي انت عايزه يلا اهو على طول ايوه محمد اسامه ازيك الحمد لله تمام انت اخبارك ايه عايزين نشوف عمل جديد مع سنه عايز نشوف ايه عمل جديد مع سوني اغنيه جديده مع سوني والله يا يوسف بص قول له يا يوسف انا بتحايل عليه يخلص الاغنيه وهو مش عايز يخلص الاغنيه عشان خايف يجي أنا عايز عشان بركه هتعضه عايز اقرر واعترف ان لا عايزين اغنيه جديده كده ان القصور من عندي انا الحقيقه والراجل يعني ما قصرش اوكي طبعا بنجهز اغنيه مع بعض ان شاء الله يعني في اقرب فرصه ان شاء الله هتكون موجوده حبيبي يوسف متشكر جدا لاتصالك حبيبي مع السلامه يوسف واضح ان هو مخطوف جدا وفي لبش وقلق فاهم انت اللي هو عارف انت اللي هو الو الو هيتروني الو 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 ايوه بصي لو بتسمعينا ممكن تسمعينا بالتليفون عشان في ديلي بس في الوقت نعم ممكن لو بتسمعينا بس تسمعينا بالتليفون انت معانا على الهوا بس تسمعينا بالتليفون عشان في فرق توقيت بين الصوت والتليفون بس شويه اوكي ايه الاخبار الحمد لله يا رب تكوني واحده من صاحبتي ومش قريبتي وما اعرفكيش عشان انا كل اللي بيتصلوا بيا دلوقتي ما اعرفش ناس عارفاني مش عارف ليه انا جمانه من اسكندريه ازيك يا جمانه عايزه اقول لك ان احنا مستنيينكم قوي 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 في حفله مستنيينا قوي 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 ثلاثه قوي انت قد الكلام ده طبعا اوكي طالما قد الكلام ده اوكي عايزك تكلمني كتير على محمد اسامه هو معاكي انت تقدري تكلميه على طول بطريقه مباشره قدامك على طول قولي الو قولي الو محمد الو محمد ايوه اتفضل يا فندم شفتي رد عليك اهو كدبت عليكي لا صحي ولا سعوزه بتقولي ايه مش سامع بقول لا صحي ولا سعوزه بالظبط يا فندم لا عايزك تكلمي محمد تكلمي مودي يا اخي تكلمي مودي
محمد ولا مودي؟ الاثنين ينفعوا، ما عنديش اي مشكله، انا طيب جاهز. انا عايز اقول لك ان انا متابعه جدا وبحب كتير قوي اغانيك. اشكرك جدا. مع اني مش بسمع راب قوي، بس انا مبسوطه جدا باللي انت بتعمله. يعني اهو بنحاول. ده تواضع زائف على فكره. اه بالظبط، هو هو مش متواضع خالص على فكره يعني. هو لا هو متواضع جدا واضح. اه يعني يعني عايز اقول لك انا بعاني من معايا اساسا يعني. عايز اقول لك ان انت كمان البرنامج حلو قوي، ومستنيينكم بقى في اسكندريه ان شاء الله. حبيبتي ربنا يخليكم، وان شاء الله هنيجي اسكندريه النهارده بالليل او بكره وهنولعها باذن الله يوم الحفله. بس حاولي تقولي بقى كل اصحابك كل الناس ان هيكون في حفله يوم الاثنين. كلنا حجزنا التكتات اصلا. طب جبتوني معاكم اصلا؟ ايه جبتوني معاكم؟ طيب تذكره؟ والله بينفع. طب ما فيش عزومه غدا يعني؟ سمك، جمبري، حبه ام خلول كده في كيس، اي حاجه. طيب يعني انا قلت لامير يوسف، اسال امير يوسف هو يقول. لا امير يوسف هياكل الاكل كله لوحده، انا عايز انا كمان. يعني عارفه اللي هو ايه ده، انا جايب معايا محمد اسامه يا جماعه، مش اي حد يعني. خلاص انتوا بس تنور حبيبتي يا جمانه. اوكي متشكر جدا لاتصالك وخليك معانا، وتابع بقى معانا البرنامج. عايز منك مكالمه زي دي بالظبط الاسبوع الجاي عشان تقولي رايك في الحفله. اوكي ان شاء الله. متشكر جدا لاتصالك، مع السلامه. لا باي. وبيحمد ربنا على الهوا انها ابتدت تندع، والحمد لله اتصل بينا واحده ما تعرفناش. طيب نروح نسمع اغنيه ونيجي. يلا الاغنيه اللي معانا يا احمد نور، لعبه السياسه. هنروح نسمع واحد ولا اتنين؟ لعبه السياسه اتنين. اتنين اوكي. هنروح نسمع لعبه السياسه اتنين، خليكم معانا ما تروحوش في اي حته. الزمن يناير 2011 كان آن الأوان، نزلنا الميدان بنطالب بالأمان بروح إنسان، حق عدل إنسانية كل حاجة هاتلي، ده إن ساعة الجهاد ضد داخلية العدل. سبب نزلنا كان تدني أخلاق البشر، اختيارنا كان نهائي مع مين هنتحشر. كل قلب واحد الرصاص ملوش معانا سكة، قبل ما يخترق صفوفنا يتمنع بألف جدة. انفرض تعريف جديد لكلمة ثورة في المعاجل، مونت عقول ذهب صعب تلاقيها في المناجل. راح النظام وساب قلوب بحطة محكمة، كمه رحلوا يعودوا لكن بحيلة مجزمة. استمر دمنا مباح في حرب ضد عسكري، بدأ بنوبة احترام بوهم قالوا الفنجري. كنا لعبة في ايد مراكز احتراف سياسة صح، كل ما يبدأ الهدوء تجنرال متكتسح. انتخابات استفتاءات لعب المعاني والكلمات، حرب بدون تزوير ضمن نتيجة من سكان. قوة معارضة اخوانية يسمحوا لها بالوصول لأجل غاية من دارية كشف حقايق الأصول. باختلاف مسميات تجارة العقيدة، بدل ما تبقى خاين انت كافر، التهمة الجديدة لابسة كل معترض على الاله الريس. اللي مهما سلف دم برضه هيفضل في نظر حبايبه كويس، التوقعات اكيدة بانهيار نظام غبيب غباءه خلى كل منتمبنا دم وحسرة يعني نسيان. كوارث في اداءه كله اجمع الضرورة بالحضارة وانتماءه للجماعة وانتهاءه راح وراحت الجماعة، بس فضلت المدورة تسترد جزء من وطن فاكر انه قبل الثورة. واتنست اهداف يناير واتنست خالد سعيد لما صرح باعتراضي، بقيت اتعرض للتهديد لما اقول كفاية دم بتشا دم يتردم كلامي وسط صوت مؤيد للرصاص بوضع داني. بص في السياسة انساني اللي ايه الاهم، لما يرجع الاستبداد بيفتكروني بالندم. انا الطوارئ راجع وانت كل امر سامع، واختلافنا مثل كل ظابط مستبد طابع. مش هتوحشوني لاننا هنتقابل كتير في كل معتقل وقبو او اوضه تعذيب وخبير. من 25 يناير ل 11 فبراير 2011 اشرف ايام الثوره. انتوا لسه بتسمعوا برنامج ساعة مع رحالة. ولسه مكملين معاكم كل الناس اللي بتسمعنا برنامج ساعة مع رحالة، ومعايا نجم الاندر جراوند المصري ابن المنصورة البار محمد اسامة. يا عم انا هترشح، واضح ان الحلقة النهاردة هتبقى كلها مكالمات، فيلا بينا ناخد تليفون تاني. اديني يا استاذ. ومعانا تليفون تاني ونقول الو. الو ازيك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. اعرف اسمك؟ اخبارها ايه اللي مولعه الدنيا؟ اعرف اسمك الاول بعد كده نتكلم في كل حاجه. انا حنبله. ايه ازيك يا ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سوني؟ كله كويس؟ الحمد لله.
معانا محمد وسامة على طول. خشي خش عليه على طول. ايوه خش عليه. انا عامل كل خير. ايه عم ايه انا عامل ايه ازيك؟ الحمد لله تمام كله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه مسك انا عايزين نخطفك النهارده. ما ولا بقى في صوت ولا حد ولا اثنين ولا اي حاجه. والله مش عارف كمان عايز يخطفني النهارده. يعني الطلب زاد جدا يعني الحقيقه. احاول ان انا اكون متواجد. يا جماعه هنخطفه كلنا كل واحد يوم. هنخطف محمد وسامة كل واحد يوم بالدور. الستات يمين والرجاله شمال وهنخطفه. طبعا هو مش هروح مع الستات وش طبعا يعني. فهمني فهمني طول عمرك. لا 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 ما فيش خالص. هو كله على اليمين وهتبقى معايا وخلاص. سيبك من سوني ده خالص. اه شفت شفت قلت لك ايه على اليمين. يعني استخدمت كلمتي في انها يعني تعبر عن ماشي. دي طبعا سرقه واستغلال. ماشي يعني. براحتك بس ماشي يا براحتك. اوكي اوكي ماشي. المهم احنا هنسمع انت الاغنيه اللي بقى لها 4 سنين ونص. والله احنا يعني في محاولات ولادة متعثرة للأغنية دي. في بس مفاوضات. في مفاوضات يعني هنوصل لحل إن شاء الله. يعني أنا هحاول أقنعه. ممكن أخده دلوقتي يا سام بعد الراديو كده أروح خطفه كده وطلع على الاستوديو ومخلصها. ما عنديش أي مشكلة. أفكر يعني. فإن شاء الله بإذن الله يعني بنحاول نعمل أغنية افرح. المهم افرح بس حفلة يوم الاثنين عايزاها تبقى أول أغنية الحفلة. ماشي عشان بجد عجباني قوي. حاضر إن شاء الله. افرح هكون معانا بإذن الله يوم الاثنين ويوم الأحد برضه في اسكندرية. داركي اوكي حاضر معايا. اول ما اروح ابوسك من بقى. حاضر معايا الاثنين. لا 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 اوكي خلاص هتقولي بقى. هوصل سلامك لداركي. اول ما اروح على طول اقول لها هو 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 على طول. اوكي ماشي يا ايه. ماشي يا سوني. يلا باي. اوكي باي باي. فصل من القلش اللي ملوش اي داعي اللي انا بعمله ده بصراحه. ده حقيقي ده حقيقي. طيب تعالى نتكلم شويه بقى. يعني نتكلم شويه بقى كده فاهم وندردش وبنعمل زي المذيعين بقى. عارف انت بما اني مذيع وانت بما انك انت اه ده انا على فكره ما بحبش الفقره دي خالص خالص. طب ناخد تليفون تاني. لا ندردش. اوكي يلا. اوكي طيب سيبنا بقى موضوع الاغنيه وسيبنا الكلام ده. نتكلم بقى عن الحياه العاطفيه لمحمد اسامه. مش تتجوز بقى؟ إيه شو نفرح فيك؟ هو الحقيقة موضوع الجواز مشكلة ان احنا عندنا في مصر موضوع الجواز عجزت خلاص يعتبر عجزت. لا لا يعني عجزت. اوكي عجزت لازم تكررها. انا حاسس بيها. اوكي الفكرة ان احنا عندنا يعني احنا كمصريين او الشعب المصري بشكل عام موضوع الجواز مش الناس مش بتعتبره حق من حقوق الانسان الطبيعي. يعني بيعتبروه حلم بيعيش ممكن انسان يضيع حياته كلها بالكامل عشان مجرد ان هو يتجوز يعني اللي هو اصلا يعتبر حق من حقوقه. فهو بالنسبه لي الحقيقه انا الموضوع ده بالنسبه لي بقيت مترفع عنه يعني اللي هو يعني الواحد يعيش بس مجرد ان هو يتجوز ويبقى اب ويجيب عيال مش عارف ايه كانه كده حقق كل احلامه. ف وكمان انا شخصيتي مش متلائمه مع الربط ان انا ارتبط بحاجه. يعني انا بحب الحريات. طيب ومعنا تليفون. انا هقطع مكالمتك دلوقتي. هقطع كلامك دلوقتي واخد تليفون ونقول الو. الو ايوه مين معايا؟ ايوه انا رنا. رنا ازيك يا رنا؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. مش بتشبع صوت يا اسامه؟ دي شقيقتي على ما اعتقد. يعني عارف انت دي مكالمه مدبره طبعا. احنا يعني مدبرينها لك فاهم. ده شغل عادي. دي مدبره عشان دي ممكن تكون عايزه تقول لك حاجه بتاع وحشتها بقالك ما شفتكش بتاع عارف انت بالظبط. او مثلا يعني هات لي حاجه وانت جاي. بص انا بقى اخوكي قدامه. اخوكي قدامي دلوقتي عايزك بقى تقولي له هات لي بقى كل حاجه انت عايز تجيبيها. كل حاجه عايز تقوليها قوليها على طول. اتفضلي يا فندم اتفضلي. احنا بس عايزين نقول له اللي احنا مبسوطين جدا اللي هو على الراديو وعايزين نقول له نفسنا نشوفك. اه ده حقيقي بالظبط. يعني نفسنا نشوفك. والله لسه ما شافونيش في البيت. حاجه وانت جاي. انا جيت من المطار هنا اتسحلت. طب يا رنا يا ريت نشوفك. حاول كده تيجي المنصوره يعني. رنا سؤال. طب يا رنا محمد جاب لك ايه هديه وهو جاي؟ جاب لي شنطه كبيره جدا مليانه مجوهرات وذهب. اوكي في الامارات بيغرق فلوس طبعا. انت مش شايفه انت مش شايفه او مش مستوعبه حاجه من الموضوع ده؟ لا هو في الامارات بيغرق فلوس زي ما انتوا عارفين. فهو بيجيب لي بيغرق فلوس. بيغرق فلوس بالظبط يعني كده. انا شفت المغرفه النهارده بس ما عرفتش ايه بصراحه. يعني شفت المغرفه بس ما لقيتش المغرفه في البنك اللي فتحولي وكده اصلا. لا لا بجد بجد ما كانش كده طلب معين كده معاه وهو جاي. قعدت عارف انا اصلا عارف شغل الاخوات. اصلا عندي اختي برضو لما بكون في حته وراجع هات لي معاك كذا واتصل كمان شويه بقى حسين حبيبي ازيك عامل ايه ما تنساش بس ال عارفه انت فضايح بقى. لا 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 كنت عايزه اشوفه بس كان وحشني بس كده. ايه وحشاني فعلا. بقول لك ايه تبدل تبدل اخوات تبدل اخوات. انا ممكن اديك اختي واخد اختك وتبقى اختي وانا باختك. الاوبشن ده مش متاح عندنا. يعني انا عليه يعني ما حاجه بس كلك نظر يعني. يعني عايز اقول لك ان احنا بنكوع كتير والله. يعني يا رنا بنكوع كتير قوي يا رنا والله العظيم. الموضوع صعب قوي. انا مش هطلب منه انا اسيبه كده لضميره يعني. اوبا دلوقتي ده بقى زنقه على هوا من اختك بتقول لك انت وضميرك. انا كده اتحطيت في مزنقه. انت وضميرك تمام. لا تعليق طبعا هقول لك
كده اتحط عليا انا أيوة يعني فاهم اللي هو حاجه فاهم بقى ذهب ذهب ابيض بقى مش عارف ايه بتاع حاجه فضه فلوس فين بالظبط يعني مش عارف هتودي فلوس فين يا اخي حرام عليكم يا اخي والله بقيت برميها في الشارع يعني بداي اجيبي اي انا قاعد ماشي كده فلوس عمال اقع منه تمام متشكر جدا انسان بدائي انا لسه هقول لك كنت اسالك متشكر ومستني بقى تسمعي اغنيه معينه منه اوكي في الحلقه في اخر حلقه انا كنت بحب جدا اغنيه الوحده جوه وانتوا بداتوا بيها يعني بالزبط. انا بحبها جدا ووعد مني هنقفل بانسان بدائي مره اعرف الحقيقه بسمع الوحده جوه فاهمه منها حاجه اذا كنت انا مش فاهم اساسا معظم الكلام ده اوكي لا انا بحبها والله كانت حلوه خلاص وانا زي ما بدانا بالوحده جوه انا بوعدك ان احنا هنقفل بانسان بدائي ان شاء الله خلاص ان شاء الله اوكي ربنا يوفقكم بقى ومش عايز اطول عليكم اوكي متشكر جدا اوكي متاخرش نشوفك لو لقيت ما وصلت والله احنا خطفناه يعني احنا خطفناه نهوت يعني مش هنرجع لكم تاني اصلا انا لازم اقول لك اصل هو لسه بالنسبه لنا لسه ما جاش من الامارات اصلا هو لسه ما جاش اوكي خلاص لو كده بقى سايب عليا لا هرجعه بس ادهوني بكره عشان هسافر معايا اسكندريه خلاص ماشي اوكي ماشي ماشي رم نورتيني جدا باتصالك ربنا يخليك شكرا يا الساعه جريت بسرعه قوي ايه ده خلصت معقوله لا هي لسه فاضل لنا حبه صغننه حلو عارف الصغننه دي بتاعتي يعني بنقولها في المنصوره اه فاضل بتقول صغننه برده بنقول صغننه في المنصوره بتقولها كده بامانه بنقولها بالزين ازاي بقى مش بالصاد صغننه اه صغننه اه اوكي طب يعني بما ان احنا بنتكلم في الموضوع دوت وكنا بنتكلم في الموضوع ده واحنا قاعدين على القهوه قلد لنا كده لهجه منصوريه شويه حبه من انت قلتهم لي على القهوه يلا على الهوا بقى انت كده تتجاوز حدودك معايا اه لا على الهوا بقى زي ما عملت على القهوه بالظبط زي ما كنا قاعدين في كافيه قلت لي بقى قعدت تقلد وبتاع يعني الحقيقه دي مقتبسه من اسامه الهادي كان نوع من انواع قول لي خمس كلمات باللغه المنصوريه لا مش خمس كلمات هقول لك الفكره يعني أوكي. عندنا مثلا هقول لك مثال بسيط جدا ده برضه انا مقتبس من اسامه الهادي الحقيقه لانه كان يعني مثلا لما تكون راكب تاكسي في المنصوره وسمحت على ايدك اليمين ده بالنسبه لانت في منصور لكن بتركب في القاهره تلاقي لو سمحت مدينه نصر ايوه عارف انت اللي هو تحس انه فويس اوفر بيتكلم مش مش بقينا طبيعي فتعالى ناخد اخر تليفون معانا في الحلقه ونقول الو 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 مبروك عليكي انت محظوظه اللي هتكوني اخر تليفون في حلقه النهارده ما كسبتيش معانا حاجه بصراحه بس احنا فتحنا عليك عشان تكوني انت محظوظه اوكي عامله ايه محظوظه اخبارك ايه الحمد لله اسمك ايه ايمان عندك كام سنه ساكنه فين ايه يا عم اي حاجه كده بتجاوبيها كده اي حاجه بتجاوبيها انا بسجل اعجابي الشديد بتقبلها لكل الاسئله يعني ازيك يا ايمان محمد ولا ايه على طول محمد قدامك اهو على طول الو 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 ايمان ايمان يوسف محمد ايمان يوسف مظبوط الو مش سامعك ايوه محمد سامعك سامعني لا مش انت سامع انت سامع محمد كلم محمد اه ما كان الو 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 1 2 3 4 5 6 7 الحمد لله تمام كله تمام دي اخبارك ايه الحمد لله فكرت كان احلى يوم في حياتي كنت معاك النهارده انا شفت القفلات شفت القفلات عايز 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 اسمع عايز شفت القفلات بتاعه الحلقات عايز اي افكت كده يا احمد النور ينفع مع مع الموضوع ده والله انا سعيد لهذا الاحساس الحقيقه يعني لان انا اكيد اكون سعيد لما حد طبعا انا والناس اللي بتحقد عليا انا بس عايز اقول حاجه واحده لا لا الناس اللي بتحقد عليا انا محتاجهم يكونوا موجودين دايما في حياتي انا عايز اقول حاجه واحده بس الايفكت الايفكت دوت الايفكت ده انا عايز يعني اقوله لك اتفضل يا فندم ايوه ايوه خليكي معانا انت رحتي فين اوكي الو ازاي الايفكت ما نزلش احنا دول كان لازم احضره انا فاجئته كده يا خساره يعني هو الافيه كان بيقول ايه احي يا ابو سوسو احي كملي يا ايمان كملي كملي بس انا عايز اقوله ان انا بحبه جدا يعني وربنا يوفقه والله انا سعيد ان انا كنت السبب في ان انت تحسي باي نوع من انواع السعاده يعني كملوا كملوا انا موجود كملوا انت عايز حاجه انت ممكن تروح لو عايز مش كملوا عادي 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 لسه عندنا وقت ممكن ناخد ساعه كمان يا ريت والله اكيد مش هنزق محمد خالص بالحب 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 بلدنا بلدنا يعني التحيه دي برضو يعني عارفه اللي هو عشان المكالمه دي فعلا يعني اسعدتني انا قاعد مبسوط وانا شايف محمد اسامه قدامي كده يعني انا مبسوط بجد ها وبعدين كملي يا ايمان ربنا يخليك يا ايمان وانا سعيد والله بجد ايمان نفسي نفسي خليكي تشوفي محمد دلوقتي وهو وش احمر المكالمه دي بجد فاتتك يعني عارفه لازم تكوني موجوده قدامه يعني وش بالون التيشيرت اللي هو لابسه بالظبط ومحمد اسامه حصري على راديو معاك مع برنامج ساعه مع رحاله محمد اسامه اخيرا اتكسف اديني كمان تحيه
معجبين كتير يعني وانا واحده منهم. شكرا. لا بس اقول لك حاجه, احنا خدنا مكالمات كتير, هو بصراحه واضح ان هو بيحبك جدا لان عارفه انت النظره على وشه دلوقتي ما شفتيش. لا ما تقورش يعني بس كيو بي دي يطلع ويضربه بالسهم في قلبه. مبروك يا محمد, مبروك يا محمد, الف مبروك. انا واحد من الناس يعني انا هكون لسه قايل لك ماليش يا راجل. ايه ده ايه ده, ترجع في كلامك, ترجع في كلامك, ده لسه سامع كلام يعني. انا واحد من الناس اتمنى اسمعه. عقبالكم يا جماعه, عقبالكم كلكم يا جماعه. متشكرين جدا لاتصالك يا ايمان, وانا نفسي بشكرك اكتر من اسامه على المكالمه دي, ان انا كنت محتاجها فعلا يعني, محتاجها والله يعني. انا كان نفسي اقفل المكالمه كده او الحلقه عموما كده. ربنا يوفقك يا محمد, ربنا يخليك. متشكرين جدا لاتصالك, مع السلامه. نجيب لك حاجه طب تشربها او هوايه. بس يا اخي يعني اتلايم على نفسي بس يعني. هوايه هوايه هوايه. هتقولوا هتقولوا هوايه هتقولوا. شغل عالي. ايه رايك في البرنامج؟ برنامج جميل جدا والله, والله شيء جميل جدا البرنامج ده, وحقيقي انا وشي وجعني من الضحك يعني. يعني مش اوكي المكالمه دي, المكالمه دي كنت محتاجها بصراحه. انا هقفل وهش اسمع التسجيل بتاع الحلقه تاني. ده حقيقي, ما انا هاخد منك الريكورد قبل ما مش هسمعه على الموبايل. لازم نسمعها تاني بجد يعني. يعني شفت انت ولعوا حركات الاستوديو بقى وبتاع ومايكات ومش عارف ايه كده, ولا شغل عالي جدا الحقيقه. حتى والكراسي وال, طب ما تقول لنا يعني 8 مباريات بقى كده حصري للراديو معاك. 8 مباريات, 8 مباريات بس, مش عايز اكتر من كده يعني. اقول الروستر والله. احنا ممكن نعمل كده اهو. ممكن نقول شيزوفرينيا. اوكي. عيل اناني ما تعلمش من دروس غباء لساني, فين زماني واقف مكاني. انا بس هسألك سؤال ده, اذا ما كنت ناوي غاوي كذب كوني بقول لك الحقايق, لو حاسس بذنب اوف ريحة تفاحة من غباء. وبص لي بكلمك يا بقف خيالك له سقف, من سنين بشق حيطة ويا حيطة ملقى هات, لو انا مكانك اشق نفسي لو شايفني خد وهات. مين قالك انت صح؟ ده ابن جزمة لاسع, سين صاد عين لام, لا فرق شاسع. كل ما اجي اكلم نفسي ابص الناحية التانية اللي تخلينا اكلم شباك الجيران, اكل الفيران, استنى اما اخد بق مية باللي رقي من الكلام اللي مش داخل دماغك. ولا انت شايف يا مان الزمان بيمر الغباء بيشر, الدماغ اللي معمولة خلاص ولعت من كتر الحر. That's it. كويس ان افتكرتها والله, انا واحد عنده زهايمر. حسيت في بس ايش وقع في التهم. انا واحد من الناس باجي قبل الحفله بفتكر الكلام, لان انا في كلام انا بنساه. عندي فيش ميموري. احنا رايحين نسمع دلوقتي احسن اغنيه من وجهه نظري عملها محمد اسامه, من وجهه نظري الشخصيه. انسان بدائي. انا مبسوط جدا كنت معايا النهارده بجد يعني, حلقه من اخف حلقات اللي احنا عملناها. ما حسيتش بالوقت, الساعه عدت اهو. انا برضه ما حسيتش بالوقت حقيقي بجد والله. سعيد جدا موجود معاك بجد, شيء يشرفني. وانا اصلا بحب الحاجات المجنونه اللي هي ما يكونش لها اتفاقات مسبقه يعني, ان هو اوريدي خلاص طلعنا على الاستوديو. هي حلاوتها كده بالظبط. وطبعا نشكر ايمان على قفله الحلقه الرائعه اللي فعلا ما قفلتهاش من زمان. خليكم معانا, اسمعوا انسان بدائي, ومستنيكم ان شاء الله الجمعه الجايه في الميعاد القديم الساعه 12, برنامج ساعه مع رحاله مع مغني الراب صوني رحاله. تصبحوا على خير. جميلة بس الواقع كان له رأي تاني مستخبي لينا, صدمة الحقايق اللي تكسر السفينة. في يوم غريب قابلتها اخر مقابلة, دموع عينيها اتكلمت لكن قوليلي قبل خير. عريس جديد طلب ايديها جاهز من جيوبه, معاها حق تنبهر دمر اسباب رسوبه. ساعات بحب احس, ساعات في نبضة جس, ساعات في قلبي رعشة لما اقدره يتلمس. الذنب دائي لا جنوب تلاقي لا, امبراطورية من المشاعر اللي في قلبي لا. ساعات بحب احس, ساعات في نبضة جس, ساعات في قلبي رعشة لما اقدره يتلمس. انسان بدائي لا جنوب تلاقي لا, امبراطورية من المشاعر اللي في قلبي لا. عريس غني يخطف قلبي يكسر قلبي تاني, كان ساعتها ده زمان ومستحيل يكون زماني. قالوا زمان كتير ما فيش راجل يعيط, لكن بكيت بحرقة في الجروح مش عارفة خيط. اتسحبت زي اللصة بص يومها في الخطوبة, شفت شكله ايه تخين بكرش ولا حدد لطوبة. لقيته شاب مبتزم وزين انيق ملك زنامه, ايش جاب لي جاب انا مقامي مش من مقامه. حسيت حياتي زي ورقة طارت في الهوا, ما عادش ليها قيمة طول ما انا مش في المستوى. استغفرت ربي قلت لا اله الا الله, مش هي دي اللي تبقى نقطة فاصلة في الحياة. رضيت بقدري.